يقول: منذ فترة كبيرة وأنا أبحث عن القلب الخاشع لا أجده، ماذا أصنع؟ أكثر من الاستغفار وذكر الله ورد المظالم إلى أهلها، وتدرب على الإخلاص. كيف أتدرب على الإخلاص؟ الإخلاص يتدرب عليه أيضا، كما أننا نسأل الله أن نكون مخلصين نتدرب على الإخلاص وعدم الرياء. أصلي بالليل مثلا بعيدا عن أعين الناس حتى تقوى عندي ملكة مراقبة الله، أتصدق سرا. فالإخلاص أيضا يتدرب عليه كما أن سائر الأعمال يتدرب عليها، والله أعلم.